أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة العاشرة، tenth unit، الجو، the weather. الدرس الثامن والثمانون، 88th lesson، التدريب الثالث، third exercise. تبادل الحوار مع زميلك، exchange the dialogue with your colleague، كما في المثال. Like in the example، المثال، the example. طالب العلم، أين سنقضي عطلة الأسبوع؟ Where will we spend the weekend؟ طالب الثاني، نذهب إلى عمان. We will go to Oman. طالب الأول، عمان بعيدة. Oman is far. نذهب إلى مكة. We will go to مكة. طالب الثاني، second student، فكرة طيبة. Nice idea. نذهب إلى مكة. We will go to مكة. Read the example. Okay. Aina, where is your RO? Here it is. Okay. Aina sanaqdi utlat al usbu'. Nazhabu ila Amman. Amman ba'idatun. Nazhabu ila Makkah. فكرة طيبة، نذهب إلى مكة. أين سنقضي عطلة الأسبوع؟ عطلة الربيع. أين سنذهب عطلة الربيع؟ نذهب أين سنقضي عطلة الربيع؟ أين سنقضي عطلة الربيع؟ نذهب إلى رياض. الرياض بعيدة. نذهب إلى المدينة. فكرة طيبة. نذهب إلى المدينة. Okay, next. أوكي. أين سنقضي عطلة الصيف؟ نذهب إلى نيجر. نيجر. النيجر بعيدة. سنذهب إلى الأردن. فكرة طيبة. نذهب إلى الأردن. أين سنقضي عطلة الربيع؟ نذهب إلى باكستان. الباكستان God user reply. بعيد. باكستان بعيد، بعيدة. نذهب إلى مصر. فكرة طيبة. نذهب إلى مصر. Just hold for 1 minute, 2 minutes. Okay, next. أوكي. أين سنقضي عطلة الصيف؟ عطلة الصيف. عطلة الصيف. نذهب إلى لندن. لندن بعيدة. نذهب إلى تونس. تونس. فكرة طيبة. نذهب إلى تونس. التدريب الرابع، fourth exercise.
تبادل الهوار مع زميلك كما في المثال. Exchange the dialogue with your colleague like in the example. السوق ماركت أو شوبينج مول. المثال the example. الطالب الأول first student. هل نذهب إلى السوق الآن؟ Are we going to the market now؟ الطالب الثاني السماء تمطر. It is raining. الطالب الأول ماذا نفعل؟ What shall we do؟ الطالب الثاني نبكي الليلة في البيت. We will stay or we will spend the night at home. الطالب الأول ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. And we will go. And tomorrow we will go to the market if Allah wills. Yasini, you are first. Sara, you are second. Yes, Ustad, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Okay. هل نذهب إلى السوق الآن؟ السماء تمطر. ماذا نفعل؟ نبكي الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى السوق إن شاء الله. Just hold for a minute. Okay. Next. هل نذهب إلى الشاطئ الآن؟ السماء تمطر. ماذا نفعل؟ نقضي الليلة في البيت. ونذهب غدا إلى الشاطئ إن شاء الله. هل نذهب إلى البر الآن؟ الآن تمطر. السماء تمطر الآن. السماء تمطر الآن. ماذا نفعل؟ نقضي الليل في البيت. ونذهب غدا إلى البر إن شاء الله. هل نذهب إلى المدرسة الآن؟ So how do I start for it's what do I say sir السماء تمطر. السماء تمطر الآن. ماذا نفعل؟ نقضي ليلة في البيت. نبكي. نقضي نب so نبكي what is the word قاف. نبكي okay نبكي نبكي ليل في البيت. ونذهب غدا إلى المدرسة إن شاء الله. هل نذهب إلى الجامعة الآن؟ السماء الآن تمطر. ماذا نفعل؟ نبكي sir نبكي is correct Yes. okay نبكي الليل في البيت. ليلة. ونذهب غدا إلى الجامعة إن شاء الله. التدريب الخامس. التدريب السادس. ياسيني tell me according to your city كيف الجو الآن؟ كيف الجو الآن؟
الجو الآن بارد. كم درجة الحرارة؟ درجة الحرارة 40 في ال not سلسيوس فارنهايت. يا فارنهايت. متى تمطر السماء؟ بكرا تمطر السماء إن شاء الله. كيف الجو في فصل الشتاء؟ في فصل الشتاء الجو بارد. كيف الجو في فصل الربيع؟ في فصل الربيع الجو معتدلة. معتدل. معتدل. كيف الجو في فصل الصيف؟ في فصل الصيف الجو حار. حار. سارة، أين Yes, sir. تقضين عطلة الأسبوع؟ أين تقضين عطلة الأسبوع؟ لماذا في عطلة الأسبوع سأقضي spend Where do you spend the إلى rest? الشاطئ. أقضي عطلة الأسبوع على الشاطئ. على الشاطئ. لماذا؟ لأن الهواء في الشاطئ نقي. أوكي. أين تقضين عطلة الربيع؟ أين تقضي الربيع؟ سر ربي is autumn sir or spring. 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 Spring, okay. أين تقضي عطلة الربيع؟ أين تقضين؟ أقضي عطلة الربيع في البيت. لماذا؟ لأن السماء بارد جدا. السماء تمطر. تمطر، اوكي. أين تقضين عطلة الصيف؟ أقضي عطلة الصيف في ال how can I say again at the beach sir. إلى الشاطئ. على الشاطئ. على الشاطئ لماذا؟ لأني لأن السماء لأن لأنها لأن لأن السماء وجو حار جدا. متى تذهبين إلى الشاطئ؟ ذهبت إلى الشاطئ في الصباح. أذهب. أذهب، أوكي سا. متى تذهبين إلى البر؟ So what is bar, sir? Land. Sandstorm? Lands. Land, okay. So what time When do did you you go go to the to the... land? Okay. في الصباحاً أيضاً. Okay, في الصباح. القراءة، التدريب الأول، اقرأ الفكرة، read the paragraph، ثم أجب عن الأسئلة، then answer the question. ياسيني، Yes. هذا فصل الربيع. هذا فصل الربيع. الجو معتدل هذه الأيام. درجة الحرارة الآن 20. أسرة حازم تقضي عطلة في البر. حازم أحضر أحضر. الخيمة الخي أخرج أخر أخضر 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 الخيمة والسجادة.
وأحضر قهوة والشاي والتمر. حازم يقرأ الكتاب في الخيمة. بالسارة أي فصل؟ بالسارة يس. أي فصل هذا؟ هذا فصل الربيع. كيف جو؟ جو معتدل. كم درجة الحرارة؟ درجة الحرارة الآن 20. أين تقضي أسرة حازم؟ So what is حازم in sir؟ ألوتلا. Hazim is the name of the man. أوكي، حازم أتلا. تقضي أتلة في بري. Okay. ماذا أحضر؟ Is that okay, sir؟ أحضر. أوكي، ماذا أحضر حازم؟ ماذا أحضر؟ سر حضر is reach. Brought. What Brought, okay. did the Hazim What bring? Hazim brought? Hadara is brought, okay. Hazimun, Hadar, Hazimun, Hadara, Ahadaral. oh, Ahadaral, Khayma, Wasajada, One. Wahdaral Kahwa, Washai, Watamar. Okay. ماذا يفعل حازم في الخيمة؟ حازم يقرأ كتابا في الخيمة. Now read this paragraph. سر هذا فصل الخريف. أوكي، هذا فصل الخريف. السماء تمطر الآن. أسرة إبراهيم في البيت. إبراهيم لا يذهب إلى العمل. المطر قصير في الخارج. إبراهيم يقضي اليوم في البيت، يقرأ كتابا أو صحيفة. غدا في الصباح سيذهب إبراهيم إلى العمل إن شاء الله. مستر ياسيني نعم. What's in this passage? أي فصل هذا؟ هذا فصل الخريف. أين إبراهيم؟ إبراهيم في البيت. هل يذهب الآن إلى العمل؟ لا يذهب الآن إلى العمل. لماذا تمطر المطر المطر كثيرة في المطر كثير في الخارج. أين يقضي إبراهيم اليوم؟ إبراهيم يقضي اليوم في بيت. هل هو مريض؟ لا. أوكي. يقرأ كتابا لا هو بخير أو صحيح؟ لا هو ها؟ بخير لا هذا هو بخير. لا هو بخير. يقرأ كتابا أو nothing else صحيفة. nothing else nothing else هل هو مريض the answer is يقرأ لا كتابا. هو بخير nothing else لا، blue أوكي. ماذا يفعل في البيت؟ يقرأ كتابا وصحيفة. أو صحيح يا وصحيفة. أوكي. ماذا يفعل في البيت؟ أوكي. متى يذهب إلى العمل؟ لا يذهب لا متى يذهب؟ يذهب ماذا يفعل في البيت؟ متى سيذهب إلى العمل أوكي. متى سيذهب إلى العمل؟ يذهب لا إبراهيم يذهب
يذهب الإبراهيم سيذهب غدا في السبع. لا يذهب غدا غدا سا في ياسيني listen carefully. سيذهب إبراهيم إلى العمل إن شاء الله غدا في السبع. غدا في الصباح Listen carefully now. Sorry, listen, 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 listen. سيذهب غدا في السبع إن شاء الله. سيذهب غدا في الصباح إن شاء الله. Now read this paragraph. Where should I read it? Okay. Okay. هذا فصل الصيف، الجو حار في الرياض، هذه أيام، درجة الحرارة 40، مالك لا 1 minute sir. مالك لا يحب الحر، يذهب مع أسرتي إلى باكستان. تذهب الأسرة بالطائرة، يقضي مالك مع أسرته شهرا في باكستان، الجو معتدل هناك. ياسيني Yes. أي فصل هذا؟ هذا فصل الصيف. كيف الجو في الرياض؟ الجو حار في الرياض هذه الأيام. كم درجة الحرارة في الرياض؟ درجة الحرارة 40. هل يحب مالك الحر؟ مالك لا يحب الحر. أين يذهب مالك مع أسرتي؟ يذهب مع أسرتي إلى باكستان. كيف يذهب إلى باكستان؟ تذهب أسرتي بالطيارة. كم شهر يقضي مع أسرتي في باكستان؟ يقضي مالك مع أسرتي شهرا في باكستان. كيف الجو هناك؟ الجو معتدل هناك. We'll stop here. Next time, inshallah, we'll continue this one. Do you have any question? No, sir. Jazakallah. See you next time, inshallah. Wassalam. مع السلامة. مع السلامة.